لنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء. المباشر اللي غادي نشوفو فيه كازا بالليل على المباشر، اللي غادي يبينا بأن عادت لمدينة الدار البيضاء وفي زمن كورونا. تابعوا معنا شابات في عمر الزهور كيعرضوا الأجسام ديالهم من أجل الراغبين في المتعة الجنسية. حقيقة شيء جد جد مؤسف، لكن هذا واقع. قيمة ستشير إلى حوالي الثالثة صباحا. شابات في عمر الزهور كيعرضوا الأجسام ديالهم من أجل الراغبين في المتعة الجنسية. الأجواء بمدينة الدار البيضاء ليلا بوسط المدينة. قلنا هنا على هذا البث المباشر والحي الذي سننقل لكم من خلاله، سنتابع جميعا من خلاله كيف هي الأجواء بمدينة الدار البيضاء في هذه الساعة الصباحية، يعني الثالثة صباحا. لأن قناة شوف تي في بعيونها التي لا تنام كتهدي هذه الجولة لكل المغاربة المغتربين
خارج أرض الوطن، اللي كي ديما كيطالبوا من القناة أنها قناة شوف تي في، قناة الشعب، أنها تكون صلة وصل بينهم وبين المغرب، ويشوفوا أحياء وشوارع وأزقة ومدن مملكتنا العزيزة المملكة المغربية. إذن هذه هي الأجواء في مدينة الدار البيضاء في هذا المبنى كيف تشوفوا. مدينة الدار البيضاء تحولت إلى مدينة أشبه في جل أزقتها وشوارعها. كما أن هناك شابات كيعرضوا الأجسام ديالهم من أجل الراغبين في المتعة، هناك نساء فضلوا أو فضلنا المبيت في العراء على أن يكون لقمة سائغة لأي متحرش أو أي دي بشري ليلي. والصور اللي غادي تشوفوا هنا، هانتوما كتشوفوا هادو النساء يعني فتيات كيباتوا بالعراء.
جواب كبير إلى البيضاء. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي الأجواء الليلية بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. مشاهدينا الكرام، شنو رايكم في هاد الفتيات، في هاد الشابات اللي كيعرضوا الاجزاء ديالهم، الاجزاد ديالهم من اجل رغبي في المتعه الجنسيه؟ اللي الله يسر ما كيخافوش لا من الامراض الجنسيه المتنقله او الامراض المتنقله جنسيا ولا من وباء كورونا، لأنه بطبيعة الحال إن غادي تصعد مع واحد الشخص بسيارة أو تمشي معاه المنزل ديالو أكيد غادي يكون واحد التقارب واحتكاك. ستكون لا محال العدوى. فتيات اخريات كيعرضوا الجسم ديالهم لغريبين في المتعه، وغادي نحاولوا نسولوهم. السلام عليكم. سلام، كي دايرين؟ لاباس. لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. وي
الدار بخير. لاباس، اش كديروا في هذا البرد؟ والله يحفظ على قبل ولي الزوادي هي حياتنا، وهذا هو عذابنا. كيفاش عذابكم وحياتكم؟ حياتنا الله يحفظ. دابا انتم شنو خارجين كديروا هنايا؟ نبقى داوي معاك باللونغي، شيتوني الله يحفظ. لا بغينا ندو، هادي فيها قهوة بحال هاك، بغيتي تشربي قهوة بحال هاك؟ عطوني شيتوني لحظة. التوني ديالاش؟ ديال الشعر. لا ما شاربينش، هادي قهوة بحال هاك، كتشوفي فيها هاد الشيخ؟ أنتي شوف ما عندكم الشرب لا. لا ما شاربينش أختي، ما كنشربوش كاع. هانيا. بغيتي قهوة بحال هيا باش نشدو الليل. أشنو بغيتي قهوة؟ شنو هي هادي أشنو كتبان لك؟ قهوة. قهوة هي اللي عندنا. بغيتي تشربي مرحبا. هانيا داكشي كلشي ديال الله صحتها. بغينا نقضيو، بشحال الثمن؟ 200 درهم مرحبا. 200 درهم الوحدة؟ هنا في الزنقة. هي في الزنقة؟ وش حاجة عنطرة سيرنا. شنو هي اللي شي حاجة عنطرة سيرنا؟ تاخد راحتك، تمشي بحال هاتك. وما نخافوش؟ 200 درهم. وما نخافوش؟ مناش تخاف؟ نخافو من كورونا، نخافو من السيدة. كورونا؟ ما نخافوش؟ وين جاتنا كورونا شحال من عام هذي كلها بس عيابين بك الله، فين هي كورونا؟ ياك. يا كورونا كاينه ولكن ما تصاب بينا حتى شي حاجه ما كاينش شي حاجه. ايوا الحمد لله على سلامتك. شد اخويا القهوه ديالنا. سيكار الله يحفظك. باغوش سيكار ما تقول لي ما كاينش. لا كارو كاين كيكمي هو صاحبي كيكمي. الله يحفظك. قلت لك شتوني لجوج معاكم ما كاينش تقوالي. والله اختي ما كاين من غير هاد قهوه كحله هاي. بغيتي تذوقي منها ذوق. بغيت نبوس. لا لا ما تبوسيش ما تبوسيش. خودي قهوه خود. خذي قهوه باش توقضي شويه. راك بنتي علاش ما نبوسش؟ نسيبي نسيبك. وخا نسيبك وخا يقول لي هو ما تبوسيش ولا بغيت نبوسو وخا تم غادي تا انتراسيون بالعالم غنتسوطو ونبقى نبوس فيه تيسمع لي الطب كل الصباح. الله يسهل عليكم. الله يسهل عليكم. نسيبك. الله يسهل عليك. عاصي سوق الدين الدين. فين ندو؟ بغيتك عاد الدين الدين وانت سوق الدين. خذي قهوة ديالك. خدم خذي اختي سيري الله يسهل عليك. تعدح عليا بزاف. لا لا ما نتعداش عليك حاشا حاشا حاشا. الله يعفو عليكم. الله خصك تدي ما كنت شي حاجة. الله يعفو عليك. اختي نجوى هذه اختي نجوى. مرحبا اختي نجوى. الله يحفظك. وانا نبوس على يديك وانا نبوس على يديك. الله يسهل عليكم. سلامة. مشيتوني اكل قهوة. قهوة كحلة. هاي 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 بيك. الله ينرخي ما طيح فيك خايب. بس الله يسهلك. يا ربي. وهذا مساعد علي الله انطاسون اللي قلت لك شي حاجة شدة. انتم الله يعفو عليكم. الله يعفو. الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير ياك اختي. يا ربي امين. قلت لك من خاطي وبجوادي مواليه. قلت لك تسال الله يسهل الله ينرخم طيح فيه. امين امين امين. وقلت لك هذا السيد هذا مساعي الله قبل ما يقول لي نهار ما طيحش فيه الله ما يطيح فيه. الحمد لله. قلت لك هذا يسهلي الله بيبيكم ساهلي الله شي هذا مساعي الله. الحمد لله. هذاك بيت الله تمساعلي الله هذا. الحمد لله. باش تمساعلك الله. الحمد لله. بس الله يسهل. الله يعفو عليكم. هذاك الشيء ديال والو. الله يعفو عليكم. كل شيء حاجك امين. يا ربي امين. إذا كيف شفتوا معنا مع جوج ديال الشابات ما بغيناش نبينوا الوجوه ديالهم ولكن شيء مؤلم أنهم حتى هما كيعرضوا الأجزاء الجسد ديالهم من أجل راغبين في المتعة بثمن 200 درهم. يعني ثمن بخس. بالفعل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وما كيخافوش حتى من العدوى. ما كيخافوا لا من كورونا لا من الأمراض المنقولة جنسيا. حقيقة شيء جد جد مؤلم وجد مؤسف ولكن الله يهدي ما خلق.
لازلنا دائما في هذا البث الحي والمباشر من قلب العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، واللي غادي ناخذكم خلاله من جولة عبر أكبر الشوارع وأهم الأزقة والأحياء بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. قوموا معنا. تزوجت الآن بشارع مولاي إسماعيل، أحد أكبر الشوارع بمدينة الدار البيضاء، الشارع المؤدي إلى سوق الجملة للدجاج، سوق الدجاج بالجملة، سوق الدواجن عفوا بالجملة، المؤدي إلى وسط عين السبع. بالنسبة للمشاهدين الكرام اللي كيقولوا بأن الله يعفو عليهم من فعل، حنا قلنا لهم الله يعفو عليكم، قلنا لهم في وجههم، قلنا لهم الله يعفو عليكم، ونتمنى أن الله يعفو عليهم. وراه كاين عدة طرق للحصول على المال الحلال، لكن الله يهدي ما خلق. كاين واحد النوع ديال النساء، ماشي كل واحد، الفئة قليلة، واحد النسبة قليلة، واحد العدد قليل اللي كيرغب في الحصول على المال بطريقة سهلة. الله يعفو عليهم. الدواجن بالجملة بمدينة الدار البيضاء. شوفوا واش خدام اليوم ليلة الخميس الجمعة، ما خدامش. ودروب الحي المحمدي، أحد أعرق الأحياء بمدينة الدار البيضاء.
بالنسبة لواحد المشاهد كريم اللي كيقول واش عندك رخصة ميلود ميلود التنقل بالليل بالفعل؟ احنا كصحافة عندنا رخصة التنقل بالليل وهي بطاقة الصحافة، يعني اللي كيتوفر على البطاقة المهنية ديال الصحافة راه كيتوفر على رخصة ديال التنقل.
كيف تابعتم معنا المشاهدين الكرام كندا بالتحية المباشر على قناتكم شوف تي في، اللي من خلاله شفنا كيف هي الأجواء بالعاصمة المليونية، العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، وكيف كاين واحد مجموعة من الشابات اللواتي لا يمثلن النساء المغربيات، كيبيعوا الأجساد ديالهم من أجل دراهم معدودة. بالنسبة للمشاهدين اللي كيقولوا بأن كتشوه السمعة ديال المغربيات أو المغاربة، بالعكس سمعة المغربيات فوق كل شبهة، هادو تا هما مغربيات، لكن اخترنا أن يحصلنا على المال بطريقة سهلة، لكن 99.99% من النساء المغربيات هن شريفات عفيفات ولا علاقة لهن بما شاهدتم مباشرة على قناتكم شوف تي في. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجولة الليلية، انتظرونا في مباشر آخر، إحنا باقين فايقين معكم، بقاو فايقين معنا. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.